يعني سلسلة من الغارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ ساعات فجر هذا اليوم على مدينة غزة على وجه التحديد، طالت عددا من منازل المدنيين وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وأيضا الجرحى والذين تم نقل غالبيتهم إلى مستشفى المعمدان هنا في أيضا إلى عيادة الشيخ رضوان، إضافة أيضا لأنه تم نقل عدد من الجرحى والمصابين إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا إلى الشمال من قطاع. هذه أتي أيضا في ظل استهدافات من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي على المناطق الجنوبية الغربية من مدينة غزة وتحديدا في حي تل الهوى وأيضا في منطقة الصبرة. هذه المدفعية الإسرائيلية التي أطلقت يعني عدة قذائف صوب منازل المواطنين أدت أيضا إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين في صفوف الفلسطينيين. وفقا للدفاع المدني الفلسطيني فإن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة يوسف في خضوان أدى ذلك إلى سقوط 7 من الضحايا وأيضا عدد من المصابين في صفوف الفلسطينيين، إضافة أيضا إلى أنه تم استهداف لعائلة حجي في محيط ملعب اليرموك في مدينة غزة وأدى ذلك إلى سقوط 4 من الضحايا وعدد أيضا من المصابين، إضافة أنه تم استهداف أحد المنازل في منطقة شارع الجلاء وأدى ذلك إلى سقوط 4 من الضحايا وإصابة 3 آخرين وإهداف هذا المنزل الذي يعود لعائلة الغفري. كل ذلك يترافق أيضا مع عملية تحليق مكثف للطيران المسيرة الطائرات المسيرة في أجواء أحياء مدينة غزة المختلفة. أيضا كنا سمعنا في ساعات صباح هذا اليوم رولا إلى اشتباكات مسلحة في محور الذي يعرف بمحور نتشارين في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة. هذه الأوضاع الميدانية هنا في مدينة غزة كان يعني تمت بعيدة الحادثة الأليمة التي حدثت في منطقة المواصي مواصي خان يونس والتي أدت إلى سقوط 90 ضحية و300 نعم خضر. بين ضحايا الأمس واليوم كان هناك أزمة في المستشفيات بأنها لم تكن تستطيع تحمل كل هذا العبء. كيف تم تسيير عمل هذه المستشفيات؟ هل تمكنت من جلب بعض المساعدة لها؟ نعم، فيما يتعلق بعمل المستشفيات فهو فعلا وضع كارثي وكارثي جدا، نتيجة أولا رولا توقف غالبية بل كل المستشفيات عن الخدمة في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وبدأ بعضها يعود بشكل تدريجي كمستشفى المعمداني الذي يعتبر المستشفى الرئيسي هنا في مدينة غزة وأيضا المستشفى الأندونيسي في المناطق من قطاع غزة. نعم. هذه المستشفى في المناطق الشمالية رولا تعاني من نقص في الكوادر الطبية خاصة الكوادر المتخصصة، أضيف إلى ذلك عدم وصول المساعدات الطبية من مستهلكات ومستلزمات وأدوية وعدم توفر أيضا الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. نعم. التي تعمل عليها الأجهزة الطبية. أيضا في المناطق الجنوبية تعاني المستشفيات من أوضاع مزرية. ما كنت أود معرفته بالأمس إذا وصل بعض المساعدات المخبأة للمستشفيات. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غزة مراسل الحدث خضر الزعنون.